أعزائي المشاهدين، رمضان كريم علينا وعليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج تنور الحدباء. طبقنا لهذا اليوم فلاديفيا. مكونات الطبق: لحم عراقي، خبر خالص، زيتون، جبن، فطر، فليفلة خضراء وبصل وطماطة، زين، والبهارات مالته خل أبيض وصويا، زين، نرجع زيت، فلفل أسود، ماجي، زنجبيل، كزبرة. هاي مكونات الطبق. أعزائي المشاهدين، نقوم الآن بتحضير الطبق. نأخذ قطعة اللحم بهالشكل ونشرحها شرائح رقيقة بهالطريقة، زين. اللحم هبر حولي خالص بهالستورة بهالطريقة. الطبق يكفي نفر أو نفرين بهالصورة، زين. أن يفضل يكون اللحم حب الظهر، يكون أرتب طري، زين. نقوم الآن بعد ما شرحناها نقوم بتقطيعها تقطيع أصابعي، أصابع رفيعة، زين. أعزائي المشاهدين، ربتنا عزة البيت، نقوم بهالشكل. لازم هبر صافي، لا سمن لا طرف بهالصورة. خليها معون بهالشكل بهالطريقة. أعزائي المشاهدين، لأن الصايم يحب الأكلة مفيدة للصايم، بها مواد من اللحم من الفليفلة والبصل، فيتامينات وحديد. نقوم بتقطيعها شكل بصورة. يعني الطبقة مكونة لشخصين فقط، او تحبين زايدين يعني الطبق يكون لحم ازيد. يعني كمية اللحم 250 غرام بصورة. بهالصورة. بعد ما أكملنا تقطيع اللحم نأخذ قليل من خل أبيض، كمية قليلة، زين، وكمية قليلة من الصويا، آية، ويا الصلصة، زين. البهارات كمية قليلة من الفلفل الأسود والماجي، أم كمية قليلة، وزنجبيل، زنجبيل يكون مطحون، أم كمية قليلة، والكزبرة أم كمية قليلة بهالشكل. والآن كمية قليلة من الزيت بهالصورة. الآن نقوم بمزل الخليطة اللحم بهالصورة، زين. بعد ما أكملنا تحضير الطبق الآن نقوم بقلي الطبق. نأخذ فليفلة، زين، بهالصورة. فليفلة هي من تحضير الطبق، فليفلة شرايح نحضرها، زين.
في الصورة أم شرايح في الأكلة. من يستوي اللحم فوقات في الأكلة وبصل أم شرايح في الصورة. زين وطماطة أم نأخذ طماطة أم شرايح. طماطة يعني زينة لأن في الفلفل بيها مواد مفيدة للصائم، والبصل هم مفيد، والطماطة يعني أصابع لأن زين الماعون هم تنطي جمالية للطبق. هاي بعد ما يستوي اللحم خلي الفليفلة والطماطة والبصل، بعد ما نقليهم كمية قليلة وفطر هم وياهم. زين بعد ما أكملنا الطبق زيتون، رشة من الزيتون، قليب معون وفرن كمية قليلة من الجبن فوق الطبق، يعني فرن درجته حرارة ماله من 220 إلى 300 درجة الحرارة ماله، مدتها دقيقتين 3 دقائق يعني داخل الفرن. أعزائي المشاهدين، بعد ما انهينا طبق فلاديفيا نقوم الآن بتحضير سلطة الجاجيك. ناخذ شريحة من قطعة من الخيار. زين الجاجيك عادة هالي موصل، عزيزتي ربة البيت تحبيه مقشر او ما مقشر. زين بهالصورة تقطيع جوليان بهذه الطريقة. زين الجاجيك مفيد للصائم لان بي ثوم وملح وحمضيات، نحن زين بهالصورة، وخاصة يكون لبن غنم لا بقر بهالصورة بهالطريقة. زين الجاجيك مفيد حيل هالطريقة. تحبيه يعني يكون جوليان او مكعبات ماكو اي فرق، عزيزتي ربة البيت. زين هذا الصورة. زين ملائم للطبق او جوليان او مكعبات. بهذا الشكل والصورة. الان بعد ما خلصنا تقطيع الخيار ناخذ فصين من الثوم. زين نثرمه ثرم هم ناعم لان الثوم مفيد للجسم وللصائم هم. بالشكل نقطعه تقطيع ناعم، مش قد ناعم مش قد احسن. والصورة ناخذ فصين يكفي وحسب الرغبة، يحب ثوم بس جاجيك اطيب شيء هو بالثوم، ينطي نغامية احلى وجم اطيب. زين خاصة اذا يكون لبن غنم خالص. زين بعد ما اخلصنا تقطيع الثوم. زين قليل من الملح، الملح هم لان صايم مفيد، لان صايم ناكله نقوم بمزجه بهالشكل.
زين ناخذ اللبن، لبن غنم خالص بالصورة. هذا يكفي. الآن نقوم بمزج اللبن مع الخيار. أجد يكون اللبن زايد، خلي شوية أكثر يكون أطيب. بالصورة أن لا يكون اللبن خفيف، أجل ما اللبن ثقيل أطيب ويطلع دجاجي حسب الرغبة. يريد يخلي شوي ليمون ديزي، يريد ما يخلي حسب الرغبة. الليمون ديزي بهالصورة. زين أعزائي المشاهدين، بعد ما انهينا طبق الدجاجيك، زين نخليه نحوله لمعون ثاني بهالشكل. الطبق يسعى الى نفرين. بعد ما اكملنا الدجاجيك اعزائنا المشاهدين، بعد ما انهينا طبق الدجاجيك، الان ننتقل الى تحضير. بعد ما اخلصنا زلطة الدجاجيك، الان ننتقل الى تحضير طبق الفلاديفيا. أعزائي المشاهدين، بعد ما انهينا تحضير الطبق، نقوم الآن بتزيين الطبق. ناخذ نوم بالصورة. زين بالشكل. خوش ناخذ خيار. بهالطريقة. هاي التزيين. ناخذ فليفلة. بالصورة. طماطم ايضا ام حلقات. ناخذ قليل من الزيتون. أعزائي المشاهدين، بعد ما انهينا تزيين الطبق، زين انهينا تزيين الطبق بالصورة، نقوم بالآن كمية قليلة من الجبن، نرشه في هكذا فوق الفلاديفيا. زين هاي كمية قليلة حتى. الآن بعد ما انهينا نقوم إلى الفرن، زين أقل من دقيقة ليموع الجبن، زين حتى يتم بمزج ويا
يطلع الطبق احلى واجمل يعني، او اوفن او فرن دقيقة اقل من دقيقة حتى يسيل الجبن زين حتى يطلع شكل اجمل واحلى. أعزائي المشاهدين نقوم الآن بتحضير طبق الزلطة زين، نأخذ قطعة من الخيار نقطعها شكل شرايح وحسب الرغبة، يطيش شرايح يطيش جوليان زين بهالصورة وش بهالطريقة يعني تزيين الطبق بهالطريقة. الخيار الآن نقوم بعد ما أكملنا الخيار، الفليفلة الخضراء مفيدة يعني للصايم، بها فيتامينات بصورة حلقات أو يحب حلقات جوليان ربات البيت هاي الحب نزيله بهالطريقة. الفليفلة مفيدة للصايم بها فيتامينات مفيدة ويستفاد منها الصائم زين. بعد ما اكملنا ناخذ بصل قطعة من البصل هم بهالصورة، ننصح ربات البيت ان لا يقربون السكينة على صابع لان السكينة عادة تكون حادة زين حادة نار يعني بعيدة شوية لين لا تنجرح لا تنصاب بهالصورة بهالطريقة. ناخذ قطعة من الطماطة أم أيضا نقطعها الى ام شرايح مدورات او جوليان حسب رغبة ربة البيت، ام نبعد السكينة عن الاصابع والصورة بهالطريقة. زين بهالطريقة ناخذ قطعة من النوم، النوم مفيد للصايم وبه فيتامين سي ومفيد مفيد للجسم هم زين بهالطريقة، لأن مفيد للجسم وبالضغط زين بهالطريقة. واللي يحب بصورة والمعدنوس ايضا هم مفيد للجسم. بعد ما اكملنا الطبق نقوم بالزيتون الأسود أو يعدكم زيتون أخضر أم يصير بالصورة بهالطريقة. نقوم بتزيينه، ننصح الصائم أخواننا وأخواتنا وربات البيت يعني من وقت الإفطار أن لا يشرب الماء زبيب أو يفطر أو على تمراية أو على شنينة زين، حتى من يفطر يأكل أكل حتى يهضم المعدة تهضم الأكل بصورة جيدة. نعيد عليكم طريقة الطبق، تحضير الطبق لحم هبر حبل ظهر، أن يكون حبل ظهر زين
من 250 غرام، ومكونات خل أبيض، صويا، فطر، زيتون، فلفل أسود، زيت، ماجي، زنجبيل. زين، نقوم بتقطيع يعني شرايح أجود رقيقة، تقطيعها، ونقوم بمزة. أخلي الخل شوية، قليل من الخل وقليل من الصويا وشوية ماجي وزنجبيل وكزبرة وفلفل أسود، قليل من الزيت. بعد ما أكملنا الخلطة نقوم بفليفلة خضراء، نصف فليفلة، كمية نصف فليفلة إلى شرائح، وبصل ربع بصلاية إلى شرائح. زين، إلى ربع بصلاية، وطماطة نص طماطة إلى شرائحها. نقوم بمزجها وشوية لمدة 5 دقائق لما ما تستوي. وبعد ما انهينا من الشوي نقوم نخليها بالماعون، ونخلي فوقات الجبن. زين، ونقوم ندخلها الى الاوفن لمدة دقيقة او دقيقتين. زين، اذا تطلع بهالشكل حتى الجبن يسيل على طبق الفلاديفيا. أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا لهذا اليوم بعد ما قمنا بتحضير طبق فلاديفيا. إلى اللقاء في حلقة جديدة وطبق جديد من برنامج تنور الحدباء.